ده اسمه ديمو اوتو ام بي جي، ده بيتكلم على داتا شهيرة جدا للعربيات في أمريكا، عربيات اللي هي اليوز كارز. واحد عايز يشتري يوز كار، فعايز يعرف هل السعر اللي هو اتقال له عليه كويس ولا لأ. ففي ديتا، الداتا دي موجودة، بتقدر منها تبني موديل زي ما انت عايز، بقى تعمله ماشين، تعمله لينير ريجريشن، تعمل اي حاجة تانية زي ما انت عايز. لكن في موديل يعني ممكن تبنيه، والموديل ده تقدر منه تحدد هل فعلا انت تقدر تشتري العربية بالسعر اللي هو هيطلع ولا لا، او بمعنى اصح يعني هل السعر اللي اتقال لك على العربية اليوز دي فعلا ان لاين مع الديتا اللي موجود. ده تقريبا الهدف. يعني الديتا دي موجود فيها، ليها اتريبيوتس كتيرة قوي، زي مثلا يمكن عمر العربية، الموديل بتاعها عامل ازاي. واحدة من الحاجات اللي انت بتحتاج ما تشيل عربية مستعملة هي مع الوقت ان هي بتستهلك بنزين اكتر، اللي هو المايلز بير جالون، بتستهلك بنزين قد ايه. او هتمشي بكمية معينة البنزين هتمشي بيها مايلز او كيلومترز قد ايه، جيفن طبعا الاذر اتريبيوتس بتاعت العربية، عمرها وحجمها والحاجات دي كلها، والميك بتاعها، مين البراند بتاعها يعني، وهكذا. يعني شوية اللي تحت دول ايه الفاكتورز اللي بتحدد عمر اللي بتحدد المايلز برجالون، زي ما انت شايف كده الانجن، هيبقى حجم الانجن والنوع بتاعه والحاجات زي، وحاجات تانية كتير يعني. السؤال التاني المهم يعني، اللي احنا عايزين نجيب واحد بتاع ماشين ليرنينج عشان يانسر الكويستشن ده. وبعد كده لو انت عايز، لو انت لو 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 اوريدي المايلز برجالون معروفه، فانت ليه انت ليه محتاج تشتري عربيه معينه يعني. طبعا ده لو فرضنا ان الشركه اللي بتبيع العربيات دي ما بتكذبش، غالبا اللي بيبيعوا العربيات بيبقوا يعني زي مصر يعني، بيبقوا ديلرز يعني. ممكن برضه نستعمل الداتا دي عشان يعملوا عربيات جديدة، لأن يعني أكيد الداتا اللي موجودة هتدي بعض الإنسايت على العربيات اللي موجودة عاملة إزاي، وكده ممكن يعملوا عربيات جديدة، أو تشوف العربيات اللي هي تعتبر أوتلايرز يعني، اللي هي خارجة بره الترند. وده ممكن طبعا يديك يعني تبقى حاجة مهمة جدا، هو إيه العربيات اللي هي مختلفة عن باقي العربيات في موضوع البنزين. فزي ما انت شايف الداتا دي بتديك معلومات كتيرة جدا من قبل ما نعمل اي حاجة، من قبل ما تبني اي موديلز يعني. فتخيل بقى لما تبني الموديل ايه اللي هيحصل. ده الهدف الرئيسي برضه من الماشين ليرنينج، اللي هو الانسايتس، ان انت او ان انت تانسر بيزنس كويستشنز. انت الداتا نفسها مش مبيناها، فانت عايز تعمل موديل يانسر الكويستشنز دي. فده اول جزء من النوت بوك اللي احنا حاطينه، والداتا هتلاقيها موجودة في ال، انا كنت عايز اعمل بوينت نسيت، هتلاقي الداتا موجوده في اللينك ده. اللينك ده عباره عن ايه؟ ده اسمه archive.ics.tci.edu. دي ماشين ليرنينج داتابيز، دي ماشين ليرنينج داتابيز موجوده في University of كاليفورنيا ايرفاين في امريكا، وبتتعمل من زمان يعني، يمكن من السبعينات هم عمالين يملوا الداتا بيز دي. فخش عليها اتفرج على الداتا اللي هناك، والداتا اللي موجوده اللي هنستعملها في النوت بوك ده موجوده هناك. ده اللينك بتاعها على طول، بتاع الماشين ليرنينج داتا بيز على السايت، اي الداتا بتاعت الاوتو ام بي جي موجودة زي ما انت شايف، موجودة من سنة 93 يعني، بقى لها تقريبا 40 سنة، أكتر 30 سنة مثلا.
في الديمو ده او في النوت بوك ده هنستعمل شويه باكجز زي انا متخيل ان انتوا عارفينها، يعني البانداس والنمباي والمات بلوتليب. البانداس علشان نعمل بيها نقدر بيها نقرا الديتا، ولو عايز تكتبها تاني لو عايز تقرا بتكتب، لو عايز تقرا الداتا عايز تكتبها تاني. وعن عندك كمان داتا تبقى موجوده على هيئه سي بي اس فايل، فالبانداس بتخليك تقراها بسهوله. يعني النمباي علشان تعمل بعض النمباي هي لينير الجبرا باكج موجوده على البايثون، بتخليك تعمل اوبريشنز من الصعب تعملها بايدك، زي مثلا انك تانفرت ماتريكس، تعمل دوت برودكت، تمالتبلاي ماتريسيز، فدي برضو هتبقى من الصعب انك تعملها لوحدك. وبتخليك تكونفرت بعد ما تقرا من الباندس الداتا فريم بتاعك، تقدر تحوله للنمباي النمباي اري اللي هي اسمها ان دي اري. المات بلوتليب هو الهدف الرئيسي منه ان هو تتفرج على الداتا، تعملها فيجواليزيشن يعني، ودي حاجه مهمه جدا في الداتا اناليتكس. يعني فور اكزامبل هنا عندنا عايزين نتفرج على الداتا، فبنعمل حاجه اسمها احنا هناخد تو فيتشرز من الداتا، المايلز بير جالون مع الديسبليسمنت زي ما انت شايف كده. فلما تشوف الكود هو هيعمل هياخد array من الهير الاول، كان هو اوريدي قرا الداتا بتاعته في الداتا فريم دي اف، هياخد الديسبليسمنت اللي هي الاكس اكسيس، يكستراكت الديسبليسمنت في array اسمه اكس، وهي اكستراكت الواي اللي هي ام بي جي في تحطها في الواي زي ما انت شايف، بيستعمل الميثود اللي اسمها ام بي دوت اري. وطبعا عمل امبورت لنمباي از ام بي، بعد كده هي امبورت مات بلوت ليب، لكن من الافضل كده مات بلوت ليب كبيره قوي، احسن تستعمل امبورت مات بلوت ليب دوت باي بلوت از بي ال تي، ده اللي بيفيجواليز. بعد كده هتقول له ايه؟ هتقول له بلوت بي ال تي دوت بلوت الاكس والواي اللي هو التو فيتشرز دول، وهتخلي السيمبل بتاعك هو الاو، وبالتالي هتلاقي دايما ان هتلاقي دايما البوينتس بقى بتطلع عبارة عن دايرة زرقاء كده، ده الديفولت بتاعه، تحط ليبلز وتحط جريد وكل حاجة. يعني ان انت تحط تعمل فيجر دي حاجة سهلة قوي. احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين نطلع ماثيماتيكال موديل يقدر يلاقي الريليشن شيب ما بين مثلا الام بي جي مع الديسبليسمنت، او الام بي جي مع الهورس باور بتاع العربيه، او الام بي جي مع الاكسلريشن بتاع العربيه. فانت تعمل ايه؟ اول حاجه ترسم الكلام ده الاول، تشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا للاسف انت ما بتقدرش ترسم اكتر من 3 دايمنشنز، حتى 3 دايمنشنز بتبقى شكلها برضو ما فيهاش انفورميشن كتير، فبتضطر تعملها على 2 دايمنشنز. فزي ما انت شايف كده، دي العلاقه بين نفس الام بي جي مع 3 فيتشرز. فهو السؤال، هل في الفيتشر كده، هل انت ممكن تلاقي اي ريليشن شيب ولا لا؟ حد شايف في ريليشن شيب بين الام بي جي والثلاثه فيتشرز دول الواحد لوحده؟ غالبا في لينياريتي مع الاكسلريشن، شويه كورليشن مع ايه؟ مع الاكسلريشن. بس هي طبعا هو صح، يعني خلينا نستعمل القلم. يعني انت ممكن تقول فعلا ان ممكن ايه، يعني مش لينياريتي، لكن في some sort of relationship ان لما الاكسلريشن بتزيد الام بي جي بتزيد، صح؟ بالظبط. مع الهورس باور ممكن تقول ان في حاجه زي كده، يعني في نون لينير ريليشن شيب بالمنظر ده، مظبوط. ونفس الكلام مع الديسبليسمنت، هتلاقي حاجه عامله كده. عظيم جدا، في حاجه طبعا غريبه كده زي ما انت شايف.
فاحنا واضح ان في ممكن نطلع ماثيماتيكال موديل للكلام ده، بس عايزين بقى نعمله بطريقه بتكون يعني ايه ساوند، زي ما بيقولوا ماثيماتيكال ايه ساوند. يعني يقول لك هنا لو انت عندك الديسبليسمنت ب 200، عند 200 في كل الارقام دي، هتختار اي واحده فيهم؟ كلهم فوق بعض زي ما انت شايف يعني. وبالتالي انت يعني ممكن تقول انا خلاص انا ممكن اخد الافرج بتاع الاربعه خمسه بوينتس دول، هيبقى هو ده ال 200 بتاعي وهكذا. هو السؤال بقى لما هتعمل موديل ماثيماتيكال موديل، هل تقدر تحسنه ولا لا؟ طبعا دي برضو هنشوف هنعملها ازاي. فاول حاجه هنبدا بيها هو ايه؟ هو ايه اللينير موديل. نعمل نحاول نتخيل ان في لينير ريليشن شيب ما بين ال التارجت بتاعنا اللي هو المايل بير جالون، وواحدة مثلا من الثلاثة فيتشرز اللي احنا بندور عليهم دول. هيبقى عندنا هنقول واي هو التارجت بتاعنا اللي هو الفاريبل اللي احنا عايزين نعمل له بريدكشن، اللي هو المايل بير جالون. وساعات بيسموها بقى جماعة بتوع statistics دول اسماء كتيرة زي dependent variable. احنا بنسمي الاكس دايما الاندبندنت فاريبل، و او الواي هو الديبندنت فاريبل لان الواي بيعتمد على الاكس. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه وطبعا بيسموه برضو التارجت، ده اللي احنا بنستعمله دايما في الماشين ليرنينج والريجريسنت، وبنسمي الاكس هو مثلا الريجريسور اند سو اون. سو فاحنا بنقول ان اكس ده الفاريبل اللي احنا هنستعمله عشان نعمل بيه بريدكشن، وده بنسميه البريدكتور او الريجريسور او الكوفاريت او الاتريبيوت. في ماشين ليرنينج بنقول ان في اغلب الاحوال يعني بنستعمل كلمه اتريبيوت او بريدكتور الاثنين يعني. فلازم عشان نقدر نعمل كده يبقى عندنا داتا سيت عددهم n بوينتس. ال n points دي هيبقى ليها x وليها y زي ما انت شايف 2 dimensional data عددهم n، وكل واحدة من دول هيبقى اسمها sample sample او instance او record، لكن في الماشين ليرنينج عادة بنستعمل كلمة sample. وأول حاجة تعملها قبل ما تبتدي تعمل أي حاجة، تعمل scatter plot. تتنده كده المات بلوت وتقول له اعمل لي scatter plot لل y مع ال x زي ما عملنا في السلايد اللي فات، طلع لك الشكل ده. فده هيقول لك الاول كده انت في ريليشن شيب ولا لا. فانت من الشكل ده واضح ان الريليشن شيب مش لينير، صح؟ زي ما انت شايف كده الريليشن شيب عامله كده، لكن اللي هيحصل ان هو هيحاول، انت عايز تعمل، هنبدا بموديل بسيط قوي اللي هو اللينير موديل، فهنضطر نعمل، هيحاول يطلع لنا حاجه عامله كده مثلا لاين، مش هيديني احسن بريدكشن، لكن واضح برضو ان في ترند كده ان لما بتكبر الهورس باور المايل بير جالون بيقل طبيعي يعني. كل ما العربيه السعه بتاعتها او الهورس باور بتاعتها بتزيد هتحتاج بنزين اكتر يعني. فاللينير موديل بتاعنا هو ايه؟ هو ده ان واي هتساوي تقريبا بيتا نوت بلس بيتا 1 اكس، اللي هي معادله اللاين. عارفين اللاين دايما اي لاين هو زي ما خدنا في الماث يعني ان الواي عباره عن ام اكس بلس سي، ام دي السلوب سي ده الانترسبت، مظبوط. فالبيتا نوت عندنا اللي هي السي زي ما خدناها في الماث قبل كده، والبيتا نوت هي الام. دول التو بارامترز اللي احنا عايزين نطلعهم في الموديل بتاعنا. موديل بسيط قوي زي ما انت شايف كده يعني. الموديل بتاعنا هيبقى حاجه زي كده، ندخل له اكس، ندخل له الاكس بس في طلع الواي، وعندنا هنا بيتا نوت وبيتا 1. دول اللي احنا عايزين نطلعهم. هنطلعهم بيز على ايه؟ بيز على ان ال
زي ما انت شايف ان احنا عندنا لاين، اللاين ده هو ده البريدكتور بقى بتاعنا، هو ده الريجريسور بتاعنا، هو ده العلاقه اللي عندنا. وفي عندنا الداتا الاصليه اللي هي البلو بوينتس دي. فاحنا عايزين نطلع اللاين، اللاين ده ينفع، وممكن لاين تاني كده، ممكن لاين تاني كده، في كام لاين ممكن نطلعهم في الموضوع ده؟ كتير قوي. كتير جدا. طيب بالتأكيد في واحد كويس احسن من الباقيين يعني. فهذا هنعمله ازاي؟ لازم يبقى لازم يكون عندنا متريك وعندنا ايفالويشن ميثود تقول لنا ان ده فعلا هيبقى احسن واحد، مظبوط؟ طيب خلينا نشوف نعمل كده ازاي. هنقول مثلا ان الواي بتاعتنا هي فانكشن اوف اكس، اكس ده اللي هو الاتريبيوت بتاعنا. فنفترض ان احنا عندنا داتا بوينت اكس نوت، احنا ممكن نقول ان الواي تقريبا هتساوي اف اكس نوت. ممكن يعني اي حد يقفل يميوت المايك بتاعه لو سمحت عشان في ايكو. الواي عباره عن اف اكس نوت بلس اف داش ات اكس نوت اكس ماينس اكس نوت. الشكل ده اسمه ايه في الماث؟ لو انت بت approximate function حوالين بوينت معينة، لكن سميناه ايه؟ حد فاكر؟ حد عارف؟ تايلور تايلر اكسبانشن. تمام. فعن تايلر اكسبانشن انت عندك function مثلا كده، ودي الاكس نوت بتاعتك، ادي الاكس نوت هنا اهو، عندها اف اكس نوت. فاحنا هنقول احنا هن ابروكسيميت، رغم ان الفانكشن اصلا نون لينير، لكن احنا هنقول ان احنا هن ابروكسيميت الفانكشن عند البوينت دي كما لو كانت لينير فانكشن، خط يعني زي ما انت شايف كده. فالخط ده عباره عن ايه؟ الخط ده عباره عن هيبقى اف اكس نوت بلس اف اكس داش اللي هو السلوب عند البوينت دي مضروب في اكس ماينس اكس نوت. واحنا طبعا بنتكلم على الاكس كما لو كانت قريبه من الاكس نوت بتاعتنا، اكس هنا وهنا يعني، اللي هو الدلتا ده الفرق اللي احنا بنتكلم عليه. وبالتالي احنا ممكن نكتب دي ازاي؟ لان هي كونستانت اللي هو البي نوت بلس بيتا 1 بلس اكس. بيتا 1 واضح جدا اللي هي الترم اللي موجود مع الاكس، مفيش غير اف في داش اكس نوت، ده الترم اللي موجود مع الاكس صح؟ والترم اللي موجود لوحده اللي هو يعتبر كونستانت هيبقى عندنا الاف اكس نوت ماينس اكس نوت في اف داش اكس نوت، وبالتالي هي دي البيتا. فده سهل قوي ان انت تعمل له كومبيوتيشن. الميزه الكبرى بقى هي الجزء ده، ان هو ايزي تو انتربريت ريليشن، وده اللي بيخلي اللينير ريجريشن من اكتر، رغم ان هو بسيط جدا، لكن او ريجريشن ان جنرال يعني، ان هو رغم ان هو بسيط وما بيدي في اوقات كتيره ما بيديش ريزلتس يعني سوبر، بس الميزه الكبيره اللي مش موجوده في ماشين ليرنينج مودلز كتيره قوي هو الانتربريتابيلتي او الاكسبلينابيلتي. يعني ايه؟ يعني بنقدر نشرح هو ليه عمل كده، ليه الريزلت طالعه كده. ودي حاجه مهمه جدا خصوصا في بعض الابلكيشنز المهمه، زي الحاجات اللي ليها زي الميديكال ابلكيشنز مثلا، زي الميليتري ابلكيشنز، زي الايكونوميك ابلكيشنز. محتاج دايما، محتاج سبب، محتاج تفسر ليه الموديل شغال كده زي ما انت شايف. دي لينير موديل، فانت هتقول والله دي علاقه، دي لينير ريليشن شيب ما بين التارجت وما بين ال وبين الاتريبيوت بتاعه. تمام. الحاجه الثانيه المهمه ايه؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الراندوم فاريبل، ان لو كانت الاكس والواي الاثنين جاوسيان، فالاستيميتور بتاعهم الاوبتيمال استيميتور بتاعهم بتاع واي جيفن اكس بيبقى لينير، ودي برضو انفورميشن مهمه قوي. لو عرفت تقول ان الواي ان الاثنين الواي والاكس تقدر تعملهم على ان هم لينير، على ان هم راندوم فاريبلز، جاوسيان راندوم فاريبلز، ده معناه ان هم هيبقوا العلاقه بينهم لينير. طبعا دي برضه نتيجه مهمه قوي، مش هنثبتها بس يعني لو عايز تثبتها ممكن تثبتها. طيب عايزين ندور بقى على احسن بيتا نوت واحسن بيتا 1.
هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها least squares fit fitting problem. ازاي؟ انت لو بصيت على الفيجر ده هتلاقي عندك الداتا الاصلية اللي هي الزرقاء دي موجودة حوالين اللاين اللي احنا ده اللي احنا المود ده الموديل بتاعنا، ده الريجريسور بتاعنا اللينير ريجريسور. زي ما انت شايف الداتا دي بعيدة عن اللاين. انت لما انت خلاص اتعملت، هنفترض ان ده احسن لاين انت طلعته، لما يجي لك بوينت جديدة هنا مثلا، فانت عايز تعرف ال ام بي جي بتاعها. افرضنا ان دي مثلا الديسبيسمنت ولا وات ايفر، يعني هتمشي كده على اللاين، هتقول ان البوينت دي هو ده الام بي جي بتاعنا. طبعا مش شرط طبعا انت تكون البريدكشن بتاعك يكون اكزاكتلي لو كانت الداتا دي موجوده عندك في الداتا. يعني هناخد داتا موجوده اصلا، تعالى ناخد البوينت دي، تعالى ناخد البوينت هنا، البوينت دي ده الام بي جي الازرق، لكن انت على اللاين هيبقى عندك حاجه كده. بقى عندنا ديفرنس ما بين البريدكتد فاليو وبين الاكتوال فاليو، مظبوط؟ دايما في كل الداتا دي واضح ان دايما في فرق ما بين البريدكتد فاليو وبين الاكتوال فاليو حتى مع التريننج داتا. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندور على اللاين ده، البارامترز البيتا نوت والبيتا 1 بتاعت اللاين ده اللي هتخلي لي الايرور ده اقل ما يمكن. فهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا على فكره وغالبا يعني الداتا اللي عندنا دي هي جايه اصلا من اللاين ده. اللاين ده هو اللي بيقدر جنريت الداتا دي، لكن نتيجة ميجرمنتس نويز او حاجات تانية كتير بتبقى بعيدة عن اللاين. لكن احنا ممكن نقول ايه؟ ان الداتا بتاعتنا لو احنا عايزين نكسبريس البلو بوينتس دول، هنقول ان الواي بتاعتنا الحقيقية هي عبارة عن البيتا نوت بلس بيتا 1 اكس بلس ابسلون. ابسلون دي نويز اللي هو الفرق، او بسموها ريزيديوال برضو، الفرق ما بين الاكتوال فاليو والبريدكتد فاليو اللي هي الواي هات. الواي هات هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الجزء ده بس اللي هي اللاين، البوينت على اللاين بيتا 1 اكس اي بلس بيتا نوت بالنسبه للبوينت اي. الفرق بين واي اي وواي اي هات هيبقى الابسلون. و علشان تقول ان اللينير ريليشن شيب دي فعلا سليمه، الابسلون ده محتاج يكون ان 0 1. يعني ايه؟ يعني جاوسن، تبقى الديستريبيوشن بتاعها هيبقى جاوسيان ب 0 مين و يونت فاريانس. تمام؟ طيب دكتور، بعد اذن حضرتك ممكن اخر جزئيه دي تاني؟ طب دلوقتي ده ده الداتا بتاعتنا جايه، هنفترض ان هي جايه من الموديل ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن لاين وموجود عليه فاريشنز اللي هي البوينتس الزرقاء دي. لو بصيت على اي بوينت زرقاء هتلاقي ان كل بوينت عباره عن عن جزء من اللاين. تعالى ناخد مثلا البوينت دي، لازقين في بعض، ناخد البوينت دي اللي هي بعيده دي شويه. البوينت دي الزرقاء دي عبارة عن ايه؟ لو جينا عملنا بريدكشن عند 30 اهي عند اللاين هيديني الفاليو دي، بس دي الواي هات بتاعتنا عند 30. لكن الواي عند 30 مش كده، الواي الحقيقية مش كده، في فرق بينهم، ده اللي هو بنسميه الابسلون. ابسلون عند 30 لكل بوينت بقى ليها الابسلون بتاعتها زي ما انت شايف كده، اللي هو الفرق ما بين البريدكتد والاكتوال. ممكن يطلع بالصدفه ان البريدكتد زي هنا، البريدكتد هي الاكتوال، بس مش شرط طبعا. فاللي هيحصل هنا ان انت هتلاقي ان الفرق، لو انت جيت رسمت بقى مثلا الابسلون مع الاكس اللي هنا دي، هتلاقيها كلها عامله كده مثلا. اولين حوالين الاكس طالعه ونازله، فاليوز طالعه ونازله. لو خدت الافرج بتاعهم هتلاقيه صفر.
لو خدت حسبت الستاندرد ديفيشن بتاعهم هتلاقيه واحد. ده يعني ده الديزاير، ان الابسلون تبقى اوف ديستريبيوشن جاوسيان ليها زيرو مين ويونت فاريانس. انتوا عارفين الجاوسيان سليب ديستريبيوشن صح؟ اللي هو شكله عامل اه ده المين بتاعنا. ممكن يبقى اي حاجه، لكن احنا بنقول المين بتاعنا يبقى صفر، وكل ما بعدت عن المين كل ما البروبابيلتي بتاعت الفاليو بتقل، وده اللي بيشكله هو مين، هو الفاريانس بتاعنا اللي هو الستاندرد ديفيشن. كل ما الستاندرد ديفيشن صغر كل ما كان، هنفترض ان فيها خلينا نستعمل قلم تاني لون تاني ليكون ده مثلا، لو الستاندرد ديفيشن قل عن ده شويه اللي يحصل ايه؟ انه يطلع من الشكل ده هيعلى كده شويه. لو الستاندرد ديفيشن كبر هيبقى شكله عامل كده. هو ليه بينزل وبيطلع لما بنغير الستاندرد ديفيشن؟ حد عارف؟ هما في الآخر المفروض الصم بتاعهم يبقى كلهم 1، فلو في value مش زادت في الصم الجهاد بقى، لازم مش صح، عندك حق، بس مش الصم هو integration. ايه؟ الحالة بتاعتنا دي هو مش الصم، هو الانتجريشن اللي دي continuous distribution. لازم الانتجريشن اندر الفاريبل ده تبقى كلها بكام؟ كلها بواحد. تمام؟ واضح كده ولا اقول تاني؟ طيب لا ماشي. تمام يا دكتور. يبقى عندنا ايه اللي مش معروف عندنا؟ اللي مش معروف عندنا هو البيتا نوت والبيتا 1، عايزين نطلعهم. والواي هات بتاعتنا ده اللي هو الايكويشن بتاعت اللاين عباره عن بيتا نوت بلس بيتا 1 اكس اي. اكس اي ده اللي هو الفاريبل بتاعنا اللي موجود. الاي هي السامبل، طبعا الاي دي جوز فروم 1 ل ان، ان دول النمبر اوف سامبلز. طيب عايزين نعمل ايه؟ احنا عشان نطلع احسن اثنين دول بالتاكيد عايزين نخلي الايرور ما بين الاكشوال فاليو والبريدكتد فاليو اقل ما يمكن، فبنطرحهم من بعض. احنا ممكن نقول ان احنا عايزين الايرور بتاعنا يكون، عايزين نمينيمايز الواي اي ماينس الواي اي هات صح؟ ده بنمينيمايز مع مين؟ بنمينيمايز مع البيتا 1 والبيتا والبيتا 1. ايه احسن فاليو للمينيموم ده؟ واي اي ماينس واي اي هات. لو انا بقول لك مينيمايز فاريبل، ايه احسن فاليو للمينيموم؟ ابسلون كم؟ ابسلون زيرو زيرو. ده احسن مينيمم ممكن نطلعه. افكر كده بس شويه، الابسولوت مينيمم بتاع المعادلة. لا ما بقولش على الابسولوت، انا زي ما انا كاتب كده احسن. الفرق هنسمي ده سمول كده، سمول اي اي. ايه المينيمم اي اي اللي ممكن يطلع من فاريبلز ده؟ سيبك من البروبلم اللي احنا بنحلها، انا مديك فاريبل اسمه اي اي بقول لك ايه احسن مينيمم ممكن نوصل له، هتقول لي كام؟ زيرو نيجاتيف واي اي هات لا انا عايز رقم كده يطلع كام، يعني احسن مينيمم ممكن نوصل له، احسن مينيمم نيجاتيف لفاريبل اسمه اي اي. انسى ان هو واي اي ماينس واي اي هات، يبقى ايه احسن فاليو؟ أظن زيرو. لا من غير ما تظن احسن فاليو للمينيموم هي كده. طب احسن لو انا بقى ماكسمايز، ايه احسن فاليو؟ ان تبقى 2 انا عايز رقم، اديني رقم كده. انفينيتي يعني ما فيش انفينيتي ليميت. بلس انفينيتي ده احسن ماكسيمم، وبالتالي برضو احسن مينيمم هيبقى نيجاتيف انفينيتي. فانت بتمينيمايز فانت ممكن توصل لاقصى حاجه ممكن توصل لها هي النيجاتيف انفينيتي، بس احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نخلي الواي اي قريب جدا من الواي اي هات. فما ينفعش انا مينيمايز ده كده، لازم اغير فيها شويه بحيث ان المينيمم بتاعي يبقى فعلا كام، يبقى صفر. عشان تعمل كده تعمل حاجه من الاثنين، يا اما تاخد الابسوليوت فاليو
او تاخد السكوير فاليو. احنا هناخد السكوير وهنتكلم على الموضوع ده بعد كده. هناخد السكوير فاليو، وبالتالي لما يبقى عندك فانكشن سكوير، عندك اخذناها في الماس زمان حتى في ثانوي، الفانكشن دي عامله كده، هي البارابولا دي، وبالتالي ليها مينيمم عند اكس ايكوال 0، ولكن ليها مينيمم اللي هو اف اكس 0، مظبوط؟ يبقى دي اول حاجه نعملها، لازم ندور على كوست فانكشن، او نسميها كوست فانكشن، لوس فانكشن، اوبجكتيف فانكشن، مش مهم، مش مهم الاسم، لكن عايزين ندور على كوست فانكشن هتساعدنا ان احنا ندور على الاوبتيمال فاليو دي. فناخد السكوير بتاع مين؟ بتاع ده الواي اي ماينس الواي اي هات، اللي هي مين برضو؟ اللي هي بتساوي سيجما ايبسلون سكوير اي زيرو ان. طب لو انت بتعمل كده، لو انت بتجيب، قبل ما نكمل يعني، لو انت بتجيب عايز تمينيمايز السيجما بتاعت السيجما الابسلون سكوير دي، كانك بتمينيمايز ايه؟ الايرور. انا عارف ما تفهمش اسمه الايرور، انا عارف، لكن ماثيماتيكالي كاننا عايزين مينيمايز ايه بالنسبه لحاجه ليها علاقه بالابسل الفاريانس. برافو عليك. الفاريانس بتاع مين؟ بتاع النويز طبعا. تعال نرجع كده، ايه، نبص على الداتا كده، كل ما كان الفاريانس بتاع الداتا حوالين اللاين ده، ما هو الفاريانس بتاع الفاريانس اللي هو بتاع الابسلون هو الديفيشن عن اللاين، كل ما كان ده اقل ما يمكن، كل ما كان الابروكسيميشن بتاعك احسن بكتير، صح؟ فكانك بتقلل الفاريانس بتاع النويز بتاعتك. تمام. فاحنا هنقلل مينيمايز الاس اس ار ده اللي هو بيسموه ال ريزيدوال اوف سام سكوير، هنحاول نقلل ده على قد ما نقدر. ساعات بيسموه سام اوف سكوير ايرورز، بتوع جماعه بتوع الستاتستكس بيستعملوا الترم ده، في الماشين ليرنينج بنستعمل الترم ده، لكن مش فارقه كتير يعني. هنعمل حاجه اسمها ايه؟ هنعمل حاجه اسمها الليست سكويرز سوليوشن، ده احنا عايزين نطلع بيتا نوت وبيتا 1 اللي هي هتقلل لي الايرور ده على قد ما نقدر، يعني عايزين بقدر الامكان نخلي اللاين يقرب قوي من الداتا، بحيث ان الفرق ما بين اللاين وبين الاكتوال داتا يكون اقل ما يمكن، هو ده اللي احنا عايزين نعمله. طب هن 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 نريبريزنت البروبلم دي بقى كما لو كانت Optimization problem. ازاي؟ اللي على الشمال ده الشرح، واللي على اليمين ده الـ mathematical formulation. اول حاجه، اول خطوه، ان احنا لازم نفايند ذا موديل وذ بارامترز. فاحنا يبقى على اليمين هنلاقي عندنا linear model والبارامترز بتاعته او الاكسبريشن بتاعه هيبقى y not سوري y hat عباره عن b not plus beta 1 x. الخطوه الثانيه هنجيب الداتا، خلاص جبنا الداتا اللي هي الاتريبيوت مع التارجت اللي هي من واحد لغايه ان، عندنا ان سامبلز. الخطوه الثالثه ان احنا بيك لوس فانكشن، خد بالك ده على اي ماشين ليرنينج موديل، الخطوات دي اي ماشين ليرنينج موديل بيبقى كده. فهنعمل ايه؟ بيك لوس فانكشن في الحاله بتاعتنا، اللوس فانكشن دي هتعمل ايه؟ هتشوف ال 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 الجودنس بتاع الفيتنج بتاعنا، هل فعلا بتفيت كويس ولا لا، الموديل بتاعنا هيفيت كويس ولا لا. وهتبقى طبعا فانكشن دي بارامترز بتاعت الموديل بتاعنا اللي هو هنا اهو. نيجي على اليمين هنلاقي ان اللوس فانكشن بتاعتنا هي ايه؟ اللي هي الار اس اس فانكشن في بيتا 1 وبيتا نوت، بيتا 1 وبيتا نوت، وهتبقى بالمنظر ده، عباره عن ايه؟ عباره عن الفرق بين الاثنين، عندنا الواي اي ده التارجت بتاعنا اللي هو جيفن هنا ماينس الموديل. هنا في سوري هنا في نيجاتيف ساين ماينس الموديل هو نيجاتيف بيتا نوت نيجاتيف بيتا 1 اكس اي سكوير. طبعا الاي دي متاخده على اي من واحد لغايه ان. هنعمل ايه؟ هندور على بيتا نوت وبيتا 1 اللي بتخلي ده اقل ما يمكن. طيب
اللي هي آخر خطوة. Find the parameters اللي هي بت minimize the loss. عظيم جدا. ده أي على فكرة أي ماشين ليرنينج موديل هو له الأربع خطوات دول. ما حتى النورال نو حتى اللانجوج موديل اللي هو الفظيع ده اللي بيبقى فيه مثلا 100 بليون بارامترز هتلاقي برضه هو نفس الكلام. ده جديد تحت الشمس. أو ليس تحت الشمس جديد يعني. طيب هنعمل إيه؟ الأول هندور على شوية حاجات كده هتساعدنا في موضوع الأوبتمايزيشن بروبلم اللي إحنا بنحلها دي. زي مثلا السامبل مين. مهم قوي برضو ان انت يبقى عندك شويه statistical information كده عن الداتا بتاعتك. السامبل مين مثلا بتاعنا ان احنا عندنا هنجيب كل الاكس عندنا اللي هو احنا عندنا الداتا بتاعتنا اكس وواي كل البوينتس بتاعتنا اللي هي موجوده دي هاخد هجمع الاكس الاكس الاكسات كلها ونقسم على عدد الداتا يطلع لي الاكس بار والواي نفس الكلام كاني بجيب الافرج بتاع يعني بتاع البوينتس بتاعتي الاكس والواي. لو رجعت تاني خلينا نرجع هنا للديتا هتعمل الكلام ده تشوف الاكسات كلها من ناقص 20 مش عارف لغايه 60 هيطلع لك مثلا الاكس بار في حته معينه والباي بار تطلع لك مثلا تطلع لك البوينت دي هنا اهو. يبقى هنقول ان البوينت دي اكس بار واي بار مثلا يعني. في نفس الوقت تحسب برضه الستاندرد ديفيشن في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. يبقى بعد ما انت حسبت الاكس بار هتطرحه من كل اكس اي تجيب السكوير وتجمع وتقسم على عددهم هديك الاس سكوير الاكس ونفس الكلام مع الواي هديك الاس واي سكوير. او بمعنى اصح نرجع تاني للفيجر حسبنا دي هنبقى والله احنا عندنا كده ايه ده هيبقى الاكس عندنا الفاريشن في الواي كده والفاريشن في كما لو كنت بترسم جاوسن ديستريبيوشن كده ده بالنسبه لي الواي وجاوسن ديستريبيوشن كده ده بالنسبه للاكس حوالين يعني حوالين الاكس وحوالين الواي. طبعا ساعات بنسمي الفاريانس سيجما سكوير اكس او سيجما سكوير واي. جماعه بتوع ستاتستكس بيستعملوا الاس لكن احنا بنستعمل ماشين ليرنينج بنستعمل السيجما بس لان الراجل اللي عامل السلايدز دي هو من يعني عنده ستاتستكال باك جراوند اكتر فالحقيقه هو بيستعمل الحاجات دي الاس دي. طيب هو بقى هنا هيفيجواليز اللي انا عملته يعني اللي هو المينز والفاريانس. هو بيقول لك هنا ايه هو عامل اكسرسايز بيقول لك استعمل البيكتشر تو استيميت ذا فولوينج جراف لي المين والفارينس. فانت لو بصيت كده على الداتا تلاقي مثلا المين بتاع الاكس ما بين 50 وبين ال 200 يبقى عند ال 150 يبقى حاجه هنا مثلا كده. بتاع الواي ما بين ال 10 وما بين ال 45 خد بالك في كراودنج هنا شويه فممكن يطلعوا مثلا في الحته دي مثلا يعني ده من غير كالكوليتر يعني. فانت برضو هو بيقولك تعمل كده ليه؟ عايزك قبل ما تبتدي تعمل بروجرامينج او اي حاجه تاخد فكره عن الداتا شكلها عامل ازاي وبتتصرف ازاي. والفارينس تقول والله يعني اكبر فارينس للاكس هنا وهنا ممكن يبقى الفارينس حاجه زي كده والواي هيبقى حاجه زي كده مثلا يعني. هو فعلا رسم الاثنين رسم الاكس بار والواي بار اهو حسبهم قريبين جدا من اللي انا بقول عليهم وحسب الفارينس حوالين الاكس حته صغيره من الاكس هنا وهنا ونفس الكلام بالنسبه للواي. قال لك برضو معلومه مهمه قوي قال لك ما تنساش ان انت لو عندك جاوسن ديستريبيوشن مظبوط قوي لكن ماشي يعني هنا في سيجما وهنا في سيجما وهنا في سيجما تانية وهنا في سيجما تالتة. بعد السيجما التالتة دي في 0.27% من الداتا بس
يعني كام؟ يعني في 99 و 7.3% ما بين السكس سيجماز دول. السكس سيجماز دول في 9 أكتر من قريب جدا من 100% من الديتا. يعني أغلب الديتا موجودين في حوالين السكس سيجماز. دي معلومة مهمة أوي يعني. لأن دي بتساعدنا بعد كده لما نيجي نعمل نعمل استيميشن ومحتاجين كونفيدنس في الاستيميشن بتاعنا. فبقول لك لو كان الاستيميشن بتاعك مديك ايرور في الاريا دي يبقى انت يو هاف تو بي كونفيدنت يعني. ممكن بقى تستعمل بايثون عشان تحسب الارقام دي. يعني هتجيب الاكس من نمباي، هتجيب المين بتاع الاكس وتجيب المين بتاع الواي وتقول له هات المين بتاع واي ماينس الواي ام سكوير، ده اللي هو الفاريانس بتاع في الواي، والاكس نفس الكلام، وفي الكوفاريانس ما بين الاكس وما بين الواي اللي بتاعته مش موجوده بتهيألي. لا اهي ما بين الاكس وبين الواي اللي هو نسميه سيجما اكس واي او اس اكس واي، هو عباره عن الاكس اي ماينس الاكس بار مضروبه في الواي باي الواي اي ماينس الواي بار. فدي بنسميها الكوفاريانس لانها بتطلع الريليشن شيب ما بين التو فاريبلز دول بين الاكس وبين الواي. فنرجع تاني للكود اللي اتكتب ده هنلاقي ان هو راح مطلع الاكس بار حوالي 104 زي ما قلنا فعلا، والواي بار عند 23 قريبه برضو من البوينت اللي شاورنا عليها. الستاندرد ديفيشن في الاكس 38 وشويه وفي الواي 7 وشويه. خد بالك برضو في فرق هنا كبير قوي بين الاثنين، وهنتكلم عن الحكايه دي بعدين اللي هو الفرق. بص للرينج هنا كان من 0 ل 250 وهنا من 5 او من 0 ل 50. طبعا في فرق في الرينج دي هتعمل لنا مشكله في بعض التكنيكس بعد كده. المهم ان احنا عايزين نحسب الكوفاريانس ما بين التو فاريبلز دول، فبيطلع بالمنظر ده. طيب حسب بقى الاخرين يعني كوشي وشوارتز طلعوا لنا لو كده وتسمى باسمهم بعد كده هو الكوشي شوارتز لو، قال ان الفاليو بصرف النظر عن الساين بتاعه الاس اكس واي الكوفاريانس دايما اقل من حاصل ضرب الستاندرد ديفيشن بتاع الاكس بتاع الواي. ودي معلومه مهمه جدا. فطالما ان هي كده معنى كده احنا ممكن نقول ايه، نقول ان الاس اكس واي معنى كده ان هو اكبر من سوري الاس اكس اس واي اكبر من الاس اكس واي. وبالتالي ممكن اكتبه ازاي؟ اقول ان الريليشن شيب بينهم هتبقى كوفيشنت هنسميه ار اكس واي او رو اكس واي وات ايفر عباره عن اس اكس واي اللي هو اقل من الاثنين دول مع بعض، وبالتالي هيطلع الفاليو بتاعته اقل من الواحد. وبما ان ال S X Y ده ممكن يبقى positive أو negative هتبقى ما بين ال negative 1 وال 1. وبنكتبها في الماشين ليرنينج تكست بوكس بتكتب كده ال Rho X Y عبارة عن ال Sigma X Y على Sigma X على Sigma Y. دي بتريبريزنت ايه؟ أشوف شريحة بعد كده ولا لأ. دي بتريبريزنت ايه؟ دي بتريبريزنت الريليشن شيب ما بين الاكس وما بين الواي. يعني انت عندك اكزامبل كده، عندك مثلا عندك لاين كده ده الاكس وده الواي، تفتكر انت الفاليو بتاعت الار هنا بكام؟ الار هي الفاريانس سوري الكوفاريانس او الكورليشن ما بين الاكس والواي، تفتكر تطلع بكام؟ ب 1 تطلع ب 1. ليه؟ لان انت ممكن تكتب الواي او تعرف الواي اكزاكتلي بيزد على الاكس، لان الريليشن بينهم الريليشن شيب هي اي اكس بلس بي مثلا. لو انت عارف الاكس هتعرف الواي اكزاكتلي، وبالتالي الار بتاعتك هتبقى بكام؟ هتبقى ب 1. طبعا ده هنا بوزيتيف ريليشن شيب، لو كانت عامله كده هتبقى نيجاتيف، بس الار هتبقى بنيجاتيف 1، لكن نفس الريليشن شيب موجود.
اول ما، لكن لو انت عندك الديتا عامله كده، ادي الواي وادي الاكس، الديتا عامله كده، الار بكام؟ هتبقى قريبة جدا للزيرو. للزيرو. ليه؟ لان انت ما عندكش، مش قادر تكتب الواي ان تيرمز اوف الاكس، او مش لاقي، مش قادر تلاقي لينير ريليشن شيب ما بين الواي والاكس. نرجع تاني لللاين ده اللي فوق ده، تعال نحط الديت حواليه كده، الار بكام؟ قريبة جدا من اللاين، الار بكام؟ اطلع هتبقى كام قريبة يعني؟ جدا للون. طب بالظبط 0.9 مثلا، 0.95. حاول بقى، حاول تبعد تبعد البوينتس عن اللاين، يعني خلي البوينتس كده المرة دي. بقت بكام؟ هتقل شوية، لأن أنت الكونفيدنس بتاعك في الفاليو بتاعة الواي هيقل، صح؟ انت هتبريدكت الواي من عندك، الواي اللي على اللي انت بتبريدكت، اللي تعملها بريدكشن على اللاين دي هتبقى بعيده قوي عن اللي هي السيج، اللي هي الابسلون، هتبقى بعيده عن الاكتوال فاليو، مظبوط؟ كل ما انت عمال بتبعد عن الاليبس ده، تعالى ناخد مثلا حاجه كده، فانت في الحقيقه عمال تقرب للكيس دي، كل ما الار عمال يقل، وبالتالي انت مش قادر تقول ان في لينير ريليشن شيب ما بين الاثنين، وبالتالي الار بتقرب جدا للصفر. ده برضو كونسبت مهم جدا بتاع الكورليشن ما بين الفاريبلز. ليه بقى ده مهم؟ لان انت لو عندك تو فاريبلز هايلي كورليتد في الداتا بتاعتك، عاده بنشيل واحد منهم، مفيش معنى ان احنا نستعمل الاثنين، هيعمل لنا مشكلة بعد كده هنتكلم عليها لو سيبنا الداتا بالمنظر ده. عشان كده بقول لك دايما ماشين ليرنينج ان جنرال، يعني ان احنا نبص على الداتا ونطلع كل الستاتستكس دي ونفيجواليز الداتا دي، بتريبريزنت 70% من البروجكت، 30% ده بتاع الماشين ليرنينج تاسك، لكن 70% بنعمله في الداتا بروسيسنج. للأسف مفيش عندنا كورس بتاع داتا اناليتكس كنا ناخده في الأول قبل ده، لكن يعني خلينا نتكلم عن الحاجات دي واحنا ماشيين. طيب في الاستاتستكس بيحبوا قوي يطلعوا، بيسموها الترم ده اسمه ستاتستيك، حاجة كده اسمها ستاتستيك فانكشن، اسمها مثلا جي اللي بتبقى ابلاي على الاكس اي والواي اي، بتعبر عن حاجة معينة. زي ايه مثلا؟ زي ده واحد، هنقول هنحسب اكس اي واي اي لكل داتا بوينتس وناخد الافرج بتاعه، بنسمي ده ستاتستيك. جي اي جي اكس واي ده يعتبر ستاتستيك، زي مثلا الاكس بار ده يعتبر ستاتستكس، بنسميه فيرست اوردر ستاتستيك لان ده بيبقى ابلايد على الداتا زي ما هي كده. وبيدوها في ستاتستيك، بيدوها البار اكس بار عباره عن، بيحط الاكس ما بين الانجل براكتس دي، دي معناها اللي هي 1 اوفر ان سيجما الديتا، ونفس الكلام بالنسبه للواي بار، ونفس الكلام بالنسبه للاس اكس اكس اللي هي الفارينس بتاع الاس بتاع الاكس، هيبقى اكس اي ماينس الاكس بار، وبين الانجل سكوير ما بين الانجل براكتس، معناه كده ان احنا هنحط الواحد واحد على ان سيجما، ونفس الكلام على الفارينس بتاعه. بنسمي الفارينس ده، بنسميه الفارينس هو السكند اوردر ستاتستيك لانه بيعتمد على السكوير فاليو، لكن بنسمي المين الفيرست اوردر ستاتستيك لان هو بيعتمد بس على الديتا قبل اي، في طبعا سكند اوردر وفي ثيرد اوردر في فورث اوردر، دي بنسميها المومنتس بتاعت الداتا، مش مهم الكلام ده يعني، لكن فور يور انفورميشن. طيب ممكن اكتب الفارينس ازاي؟ خد بالك ده الديفينيشن بتاع الفارينس،
اللي هو اكس اي، هيبقى الاكس سكويرد اي، الافرج بتاع اكس سكويرد اي ماينس المين سكويرد. نفس الكلام بالنسبه للواي، الافرج بتاع واي سكويرد اي، الافرج جايه من البراكتس دي ماينس السكوير بتاع المين. والكوفاريانس اللي هو الاس اكس واي عباره عن الافرج بتاع ان انت تضرب كل اكس وواي مع بعض وبتطرح منهم الافرج بتاع كل واحده. تعال نشوف الكلام ده نسبته ازاي. تعال نشوف الفاريانس بتاع الاس اكس اكس، هو طبعا الباقي كله هيبقى يمشي بنفس الطريقه، عباره عن واحد على الان سيجما اكس اي ماينس اكس بار سكوير، مظبوط؟ يبقى واحد على الان، هناخد هن 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 اكسباند جوه البراكتس دي، هيبقى عندنا اكس اي سكوير ماينس 2 اكس اي اكس بار بلس اكس بار سكوير، تمام؟ هن ابلاي بقى سيجما على كل واحد جوه التيرمز دي، فعندك اول واحد واحد على ان سيجما اكس اي سكوير، فيطلع لك الترم بتاع اللي هو البراكتس ده. الترم الثاني هو ماينس 2 اكس اي اكس بار، اكس بار بتعتبر كونستنت مالهاش علاقه، ما معلاش الاندكس بتاع الاي، السيجما دي فيها اندكس اي بس. نخرج الاكس بار بره والاثنين، يفضل لنا 1 على ان سيجما اكس اي، وده اللي هيبقى الاكس اي افريج بلس 1 على الان سيجما اكس بار سكوير، ده يعتبر كونستنت اللي هي تعتبر ان اكس بار سكوير على الان، هيطلع لك الاكس بار سكوير، مظبوط؟ طيب تعال نبص على دي كده، دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاكس بار بتاعتنا، صح؟ الافرج بتاع الاكس اي هو الاكس بار، فهنا عندك نيجاتيف 2 اكس بار اكس بار اللي هي سكوير ماينس 2 اكس بار سكوير بلس واحده اكس اي سكوير اكس بار سكوير، واحده هيفضل لنا واحده بس اللي هي دي. نفس الكلام يطلع على الواي، ونفس الكلام هتعمله على الـ SX1. دي النوتيشن بقى اللي يعني هنستعملها هنا، هو هيستعمل اكس وهيستعمل الفاريانس اس سكوير اكس او اس اكس اكس، هي هيستعمل الستاندرد ديفيشن هو السكوير روت بتاع الاس اكس والسكوير روت اللي هو السكوير روت بتاع الاس اس اكس، والسامبل كوفرينس هو الاس اكس واي، ودي الفورمولا بتاعتنا. السامبل مين هو انا هتاخد في بار واحد على الان سيجما اكس اي، وهنا واحد على الان اكس اي ماينس اكس بار سكوير، والاس اكس هي سكوير روت بتاع الاس اس اكس، و السامبل كوفرينس واحد على الان السامبل ماينس البار بتاعها مضروبه في السامبل الفاريبل الثاني ماينس البار بتاعه. طيب انا اديكم بريك دلوقتي، احنا بقى لنا تقريبا ساعه، اديكم بريك 10 دقائق كده ونرجع نكمل من اول بقى، هنحل بقى البروبلم دي ازاي. اوكي تمام يا دكتور.
اوكي يا شباب، نكمل. كله رجع ولا في عادي؟ ماشي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع، عملنا البارامتر بتاعتنا هو البيتا نوت والبيتا 1، وقلنا ان احنا هيبقى عندنا اوبتمايزيشن فانكشن اللي هو الار اس اس او السكوير لوس، يعني زي ما بيقولوا الفرق ما بين التارجت والبريدكشن بتاعنا. هنحاول بقى نمينيمايز الكلام ده بحيث نطلع البيتا نوت والبيتا 1 اللي يدونا احسن لاين. كنا خدنا زمان في ثانوي ان انت المينيمم لو عندك فانكشن المينيمم بتاعها بيكون عند لما يكون الديريفيتيف بتاع الفانكشن بيساوي صفر، صح؟ قلت لو رسمت فعلا اي فانكشن، يعني مثلا فانكشن كده لان هنا المينيمم ده بصفر، هنا في مينيمم برضه بصفر، عندك زي ما انت شايف جريدينت هنا او ديريفاتيف هنا بتساوي صفر، وبرضه ما تنساش ان عند، هنخليها كده، ان هنا الماكسيموم برضه عند الماكسيموم بصفر، صح؟ فاحنا حد فاكر كنا بنعرف ازاي لو احنا عند مينيمم ولا ماكسيموم؟ حد فاكر؟ بتطلع البارشال او دلتا اف بتساوي دلتا اكس بتساوي صفر، ده بتطلع البوينت اللي عندها يا اما مينيمم يا اما ماكسيمم. بنعرف ازاي بقى اذا كانت هي مينيمم ولا ماكسيمم؟ انت فاكر؟ ال second derivative على مصر second derivative لو كان ايه يبقى ايه؟ مش متذكر بصراحة بالظبط. لو كان نيجاتيف يبقى ماكسيمم، لو كان بوزيتيف يبقى مينيمم. طيب عشان كده احنا هنعمل ايه؟ هنقول والله خلاص يبقى احنا هنجيب الفانكشن بتاعتنا اللي الار اس اس هو اللوس، ما تنساش ان الار اس اس دي هي عبارة عن 1 على ان سيجما واي الار اس اس هي عبارة عن 1 على ان سيجما الواي اي ماينس الواي اي هات سكوير عند الاي من صفر من 1 لغاية ان، مظبوط؟ فانت هتاخد تنساش ان الواي اي هي عبارة عن بيتا نوت بلس بيتا 1 اكس اي، وبالتالي واضح جدا ان الار اس اس دي فانكشن في البيتا نوت والبيتا 1. يبقى عشان تقدر تحسب تطلع احسن بيتا للاثنين هتاخد الديريفاتيف مع كل واحده فيهم وتساويهم بالصفر. خد بالك ده الار اس دي عباره عن كام؟ عباره عن 1 على ان سيجما الواي اي ماينس الواي اي بار، لو تفتكر عباره عن كان السيجما اي سكويرد، مش كده؟ فانت لما تيجي تاخد الديريفيتيف بتاع الار اس اس مع البيتا نوت هيطلع لك ان هو، خد كده مع البيتا نوت يطلع لك بكام؟ هنعملها مع بعض. عندك الار اس اس 1 اوفر ان سيجما واي اي ماينس البيتا نوت ماينس البيتا 1 اكس اي سكوير، هاتها بقى مع البيتا نوت تطلع بكام؟ يطلع الترم ده كله يطلع لك 1 على ان، الترم ده كله زي ما هو كده طبعا سيجما، الترم ده كله ده ماينس ده يطلع ايه؟ يطلع سيجما الابسلون اي، صح؟ واي اي ماينس الكلام ده هو الابسلون اي، مظبوط؟ في الديريفيتيف بتاع اللي جوه ده اللي هو كام؟ مع البيتا نوت هيطلع لك نيجاتيف 1، ده كله بيساوي صفر.
نيجاتيف 1 هتروح مع الصفر، وال 1 اوفر ان هتروح مع الصفر، يفضل لك سيجما اكس اي سيجما ابسلون بتساوي الصفر. نفس الكلام هتعمله مع البيتا 1، يطلع لك نفس الكلام، واحد على ال n سيجما برضو ابسلون زي ما هي، بس اللي جوه بقى مع البيتا 1 هيطلع لك نيجاتيف اكس اي بتساوي صفر. النيجاتيف هتروح مع الصفر، وال 1 ان هيروح مع الصفر، يفضل لك الايكويشن الثانيه اللي هي سيجما اكس اي بتساوي الصفر، سيجما اكس اي ابسلون اي بتساوي الصفر، والابسلون هي الفرق بين التارجت وما بين الواي حد. لو انت قعدت بقى استعملت التو ايكويشنز دول، كتبت سيجما اكس سيجما ايبسلون بتساوي صفر اللي هو ده، وسويتها بالصفر، هيطلع لك ايه؟ خد وخدت السيجما في الاعتبار، هيطلع لك ان البيتا 1، البيتا خلي الاول البيتا نوت الاسهل، عباره عن ايه؟ عباره عن واي الواي بار ماينس البيتا 1 في الاكس. هاتها كده من الايكويشن دي، انت عندك سيجما ايبسلون بيساوي صفر، يعني سيجما الابسلون اللي هي الواي اي ماينس بيتا نوت ماينس بيتا 1 اكس اي ده بتساوي صفر. يبقى عندك سيجما اي ماينس سيجما بيتا نوت اللي هي ان بيتا نوت ماينس سيجما بيتا 1 سيجما اكس اي ده بتساوي صفر. تقسم الايكويشن دي كلها على الان، يفضل لك هنا واحد على الان، هنا دي واحد، هنا واحد على الان كمان، يبقى عندك بيتا نوت هتجيبها الناحيه الثانيه، بيتا نوت هتساوي الواي بار اللي هي واحد على الان سيجما واي اي ماينس البيتا 1 مضروبه في واحد على الان اكس اي اللي هي الاكس بار. هتعمل نفس الكلام في الايكويشن الثانيه بتاعه البيتا 1، هيطلع لك ان البيتا 1 بتساوي الكوفاريانس ما بين الاكس والواي على الفاريانس بتاعت الاكس. ممكن تكتب بقى الكوفاريانس دي الاس اكس واي، هتكتبها ازاي؟ ار اكس واي اس اكس اكس واي، ودي كانت اس اكس اس اكس اللي هي سكويرد، اس اكس هتروح مع واحده من الاثنين، يفضل لك الكورليشن كوفيشنت اللي هو ار اكس واي مضروب في الاس واي على في الاس اكس. يبقى خد بالك بقى ان البيتا نوت، خلينا برضه نفهم الفاريبلز دي ليه اللينير ريجريشن ده كويس او يعني اكسبلينبل، يعني ان البيتا نوت بتربط ما بين المينز بتاعت التو فاريبلز، والبيتا 1 بيربط ما بين الفاريانس بتاعت التو فاريبلز. يعني احسن بيتا نوت هتربط ما بين التو مينز، واحسن بيتا 1 هتربط ما بين الفارينسز بتاعتك. خد بالك برضو لو الاكس الاكس والواي الكوريليشن بينهم بصفر، البيتا 1 بصفر، وده فعلا حاجه متوقعه، لان لو ما فيش كوريليشن بينهم مش هتعرف تلاقي اللاين. كل اللي تقدر تعمله انك تطلع حاجه ليها علاقه بالمينز وخلاص، مظبوط. لكن لو العلاقه بينهم توتالي ب 1 الار ب 1، هيبقى عندك البيتا 1 عباره عن الفاريانس او الستاندرد ديفيشن بتاع الواي على الستاندرد ديفيشن بتاع الاكس، اللي هو بكام؟ لو انت عندك الواي بتساوي مثلا اي اكس بلس بي، فالبي هي البيتا نوت، الاي هي البيتا 1 دي الاي. لو الكورليشن بينهم 1 يعني الار اس او اكس واي دي ب 1، ده معناه ايه؟ معناه ان البيتا 1 عباره عن اس واي على الاس اكس. هي الاس واي بكام؟ والاس اكس بكام؟ هتقدر تحسبها على طول من الداتا بتاعتك من
الفرق ما بين يعني الواي ماينس الواي بار والاكس ماينس الاكس بار، هطلع الاكس الاس واي على الاكس الاس اكس. لكن هي يعني ايه، لو كورليشن بواحد هتبقى البروبلم تقريبا تريفيال يعني. ده اكزامبل تاني بتاع الايه بتاع الـ لا ده يعني نيوميريك اكزامبل عادي يعني، ببص عليها وبيتكلم على نفس الكلام يعني، مش لازم نضيع في وقت ده. نرجع تاني الاكزامبل بتاع العربيات، ده الهورس باور مع الام بي جي زي ما انت شايف كده، دي الداتا بتاعتنا، ده سكاتر بلوت. فاحنا جبنا المين، جبنا المين بتاع الاكس، جبنا المين بتاع الواي، حسبنا الفارينس في اتجاه الواي، الكوفارينس الاكس مع الواي، الفارينس في اتجاه الاكس، بيتا 1 حسب الايكويشن طلعناها، وبيتا 0 حسب الايكويشن طلعناها، طلع لنا بيتا 1 9 حوالي 40، ده اللي هو بيتا نوت 40 زي ما انت شايف كده، هو لو مديت اللاين ده على اخره يطلع لك 40، والسلوب طلع فعلا بالنيجاتيف زي ما انت شايف اتجاه اللاين بالنيجاتيف، فبقى عندك حاجه زي كده نيجاتيف 0.16. مظبوط. عشان بس ايه نصدق ان الموضوع ده مظبوط، عايزين نشوف بقى هل فعلا الحل ده كويس ولا لا. يعني ايه؟ عايزين نحسب اول حاجه عشان تشوف الحل كويس ولا لا، شوف الايرور طلع بكام، صح؟ شوف الايرور اللي عندك طلع بكام، ارجع تاني للايكويشن بتاعت الار اس اس دي اللي هي واحد على الان عباره عن واحد سيجما الواي اي واحد على الان سيجما الواي ماينس الواي هات اللي هي بيتا نوت ماينس بيتا 1 اكس اي سكوير. واحنا طلعنا الفاليو بتاع البيتا نوت وطلعنا الفاليو بتاع البيتا 1، عوض بيهم هنا واحسب الكلام ده كله، هيطلع لك ايه بقى في الاخر؟ هيطلع لك الايكويشن دي، ان الان هتساوي ان مضروبه في واحد ماينس الار سكوير الاكس واي اللي هو الكورليشن بين الاثنين، مضروبه في الاس في الفارينس بتاعت الواي. برضه بص عليها كده نفهم من اللي بيحصل ده. طبعا بس على فكره سهله يعني، ما تفكرش انت عشان تطلع حاجه زي كده صعبه يعني، بس انت هتعوض هنا على طول مش اكتر يعني، هتعوض بس بالفاليو بتاعت البيتا نوت والبيتا 1 اللي طلعناهم هنا، دول بيتا نوت دي والبيتا 1. ليه طلعتك في ان ترمز اوف الفاريانس والكوريليشن؟ لان انت عندك هتطرح بقى منهم البيتا نوت والبيتا 1 فيهم جزء ليه علاقه بالمين وجزء ليه علاقه بالفاريانس، فالايكويشن هتند اب زي كده. جود اكسرسايز يعني، حاول تعمله. فالايكويشن دي او المينيمم ده بيقول لنا حاجات مهمه جدا. اول حاجه ايه؟ امتى ده يبقى بصفر؟ امتى الايرور ده يبقى بصفر؟ حاجه من الاثنين او حاجه من ثلاثه الحقيقه يعني، ان ده الترم ده يبقى بصفر، انه بصفر طبعا، ده معنى كده ما عندكش داتا اصلا، ده تريفيال سوليوشن يعني. والحاجه الثانيه ان الترم ده يبقى بصفر يعني ان الار سكويرد اكس واي بيساوي واحد، ده معناه ايه؟ معناه ان الار اكس واي يساوي بلس اور ماينس 1. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت عندك توتال كورليشن، يعني ان الواي موجوده، الواي مش الواي هات، موجوده على لاين بالنسبه للاكس،
يعني كل البوينتس اللي جالك في الديتا اصلا موجوده على اللاين ده، ما عندكش نويز، ما عندكش ديفيشن. فده اول حل. الحل التاني ان الفارينس بتاعه الواي بصفر، ان الديتا كلها تبقى موجوده كده. الفارينس بتاع الواي بصفر يعني ايه؟ حد عارف؟ انا عندي مين دلوقتي اهو، ادي الواي اهي، وعندي مين. الفارينس على الواي بصفر معناه ايه؟ هم على نفس الخط. كلهم على نفس الخط. الخط ده يبقى فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونت. يبقى هوريزونتال. فدي الكيس اللي يبقى عندك كل البوينتس على نفس الخط، اللي هي الحقيقه برضه تعتبر حاله خاصه من الحاله الاولانيه دي. برضه ده بنقول ليه كده، ليه بنقول اللين ريجريشن رغم ان هو موديل بسيط قوي، لكن ميزته ان هو بيديك انفورميشن كتيره عن الداتا وعن ممكن اللي يحصل فيها. بنسمي بقى طبعا الار سكويرد اكس واي ده اللي هو كوفيشنت اوف ديترمينيشن، اللي هو كورليشن كوفيشنت. فده بي اكسبلين بورشن اوف فارينس ان واي اكسبلين باي اكس. يعني ده تعريف تاني لايه هو الفاريانس، يعني انت بتتحرك قد ايه حوالين المين. اس سكوير واي ده الفاريانس بتاعت الواي. يبقى عندنا 1 ماينس ار سكوير ده اللي هو ار سكوير اس واي سكوير، ده ريزيدوال سم اوف سكوير افتر اكاونتنج فور اكس. التلاتة فيجرز اللي تحت دول بيوروك اللي انا بتكلم عليه، ان انت عندك هنا ال R 0.9 وده ال error بتاعك اللي هو ال P ده 10 to negative 26 almost zero. لما ال R بيبقى نص ال error بيزيد شوية. لما ال R صغيرة قوي زي ما انت شايف الداتا بقت تقريبا نويزي، فبقى عندك الايرور عالي قوي. البي ده اللي هو الحقيقه ده مش الايرور، ده الكونفيدنس في الايرور. ما اعرفش انتوا خدتوا الحاجات دي ولا لا في الستاتستكس. البي فاليو، حاجه اسمها البي فاليو، سمعتوا عنها البي فاليو في الستاتستكس. ما سمعتوش؟ طيب مش مهم يعني، لا مش هقولها لان دي هتاخد وقت. فده اللي هو الكونفيدنس بتاعنا. هنا البي فاليو بتاعتنا اولموست زيرو، معنى كده الكونفيدنس بتاعنا، الكونفيدنس هو 1 ماينس البي. الكونفيدنس بتاعنا هو 1 ماينس البي. لو البي بصفر يبقى الكونفيدنس بتاعنا 100% في الحل، يبقى احنا متأكدين الحل ده هو 100% accurate. هنا قل شوية بس ستيل قريب جدا من الصفر. هنا لا، هنا بقى كام؟ بقى ال P 82%. ال P لازم تكون أقل من 0.05 علشان يبقى الكونفيدنس بتاعنا عالي. هنا بقى بيوريك الاشكال اللي انا كلمتك عليها من شويه، ان ال 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 ان الـ لو الكورليشن فاليو الكورليشن كوفيشن بتاعتنا قريبه من الواحد، فاحنا عندنا اللينير موديل بتاعنا از فيري جود فيت. يعني زي الكيس دي زي ما انت شايف، ده بواحد وده بنيجاتيف 1. كل بقى ما الكورليشن هتقل هتبتدي تمشي كده وتمشي كده، هيبتدي تحط نويز حوالين اللاين، فبقت 0.8 هتكتر النويز. ده الفارينس بتاعت الابسون بيزيد بقى بوينت، فهنا بقى الار بقى 0.4. لما الفارينس بقى عالي قوي بتاع النويز بقى زيرو، بقى عندك كلاود كده من البوينتس. طبعا من المستحيل ان تطلع لينير ريليشن شيب هنا، نفس الكلام بس بالماينس. ففي الحاله بتاعت لو عندك الكورليشن من نيجاتيف 1 فهتطلع اللاين عندك فيري جود فيت. كل بقى ما
ما بتقلل الفيتنج بتاعك، طبعا في كل الاحوال اللاين بتاعك هيبقى يعني ده شكل اللاين، ده الريجريشن بتاعك هيبقى شكله عامل كده، وهنا يبقى شكله عامل كده. هنا في حاله في حاله الزيرو كوليجن كوفيشنت هيبقى تقريبا هوريزونتال او فيرتيكال على فكره، الاثنين هينفعوا صح؟ يعني ممكن يبقى عندك واحد كده كمان اثنين صح، ونفس الكلام في الناحيه الثانيه اللي هي بالبسط. خد بالك بقى يعني الار ده ريشن كوفيشن ده بيحسب حاجه اسمها بيرسون كوفيشنت. بيرسون كوفيشنت بيرسون بيرسون كورليشن كوفيشنت اللي احنا بنحسبه هنا ده لو الريليشن شيب لينير، يعني ما بيطلع ما بين الصفر نيجاتيف 1 وال 1، هو بيفترض ان الريليشن شيب لينير. لو الريليشن شيب نون لينير بيطلعها لك بصفر. يعني بص انت الايكويشن، بص كل الاشكال دي، كل دي الكورليشن بتاعها بصفر، رغم ان الداتا كورليتد. يعني بص هنا الداتا جوه ما بين تو سيركلز، نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا. هنا الداتا جوه جوه مربع روتيتد شويه، نفس الكلام هنا جوه مستطيل روتيتد، هنا على شكل حرف دبليو. طبعا الريليشن شيب هنا نون لينير. لو انت بلاش حاجه زي كده، لو انت عندك الواي والاكس كده على بارابولا كده، واضح جدا ان الواي تقريبا بتساوي اكس سكوير. جيت حسبت لو جيت حسبت اللينير كورليشن زي ما حسبناها هيطلع لك بصفر، رغم ان هم هايلي كورليتد، مش ده تقريبا في فول ريليشن شيب ما بين الواي والاكس. فخد بالك مش معنى ان احنا بنحسب كورليشن ان احنا بنطلع الريليشن شيب صح، انت هي بتطلع صح لو كان الريليشن شيب اصلا لينير. تمام، ده الفيجر زي بتوريك نفس الكلام ده. بص الاشكال اللي هو الاربعه فور سيتس اوف داتا وعملنا لهم لينير ريجريشن، كلهم طلعوا نفس الحل، نفس اللاين، نفس الريجريسور. الفرق بس ايه؟ هنا الايرورز قليل لان الريجريسور قريب من الداتا، هنا الايرور كبير لان الداتا نون لينير زي ما انت شايف كده. هنا الداتا اصلا لينير وده طلع اللاين بتاعها، بس في عندنا مشكله في البوينتس دي. البوينتس دي بنسميها ايه؟ حد عارف؟ اوتلاير ليه؟ لان هي مش ماشيه مع تريند، نعتبر اوتلاير. البوينت دي لو مش موجوده كان اللاين هيبقى بيرفكت هنا اهو، بس البوينت دي بوظت الدنيا. تعال الشكل ده نفس الكلام برضه، عندنا هنا اوتلاير، كل البوينتس موجوده عند نفس الاكس. فوان بوينت هو هنا عايز يقول لك ايه؟ ان وان بوينت اولا لو شكل الداتا اصلا نون لينير هيديك لاين، هيديك ابروكسيميشن وحش. لو الداتا فيها اوتلاير هيديك ابروكسيميشن وحش. لو الداتا فيها غالبا ده يعني هتعتبر اوتلاير بس غالبا نويز، يعني هيديك برضو ابروكسيميشن غلط، لان هو كان المفروض الصح يطلع هنا. فانت اول حاجه تعملها في الداتا، برضو نرجع لموضوع الداتا اناليتكس الاول، اول حاجه تعملها في الداتا ان انت تحاول تشيل الاوتلايرز من الداتا بتاعتك. نشيل الاوتلاير ازاي بقى؟ نعمل ايه؟ في اي فكره ازاي نشيل الاوتلايرز؟ ريسكيل الداتا. تعمل ايه؟ ريسكيل الداتا، ممكن اعمل مين نورماليزيشن او زي سكور، وبعد كده تعمل ايه؟ ماشي، وبعد كده تعمل ايه؟ افت الداتا من اول وجديد. تعمل ايه؟ افت الداتا من اول وجديد، كريت بقى البي 0 بي 1 من اول وجديد.
لا هي اول بحث، اول واحده بس هي اللي صح اللي انت قلتها، ان انت تعمل هتحسب الزد سكور، هتحول الداتا بتاعتك كما لو كانت ليها زد سكور، يعني ليها زيرو مين ويونت فاريانس، دي اول حاجه. بعد كده هتعمل ايه؟ الداتا اللي هي تبقى اكبر، الداتا بوينتس اللي هي اكبر من 3 واقل من نيجاتيف 3، دول هيتشال، دول يعتبروا اوتلايرز. يعني فاكرين السيكس سيجما اللي انا رسمتها من شويه؟ انا بقول ان اي داتا بوينتس بره الثلاثة سيجما دي بنعتبرها اوتلايرز، فممكن تشيل حاجة زي كده، وممكن برضو تشيل لك حاجة زي كده. الحاجة التانية برضو اللي تعملها قبل ما تبتدي تبني الموديل بتاعك، انك زي ما قلنا نبص على الداتا. فلو بصيت على الداتا دي اللي هي بتاعت الهورس باور مع المايل بير جالونز، الداتا زي ما انت شايف كده العلاقه الاصليه بينهم ايه؟ نون لينير، بس انت بتحاول تابروكسيميت بلينير موديل. فقال لك طب ما انت هحاول، لو انت كيرف الاحمر ده لو تاخد بالك ده شبه ايه؟ شبه اني فانكشن اف اوف اكس ايكوال ايه؟ اي باور 1 اوفر اكس. 1 اوفر اكس، تمام كده. طب ما انت تعمل كده، انت هتقول ان انا هعمل بري بروسيسنج على الواي، بدل ما هو اكس، بدل ما هو اكس هخليه 1 اوفر اكس، وبالتالي لما اعمل كده هعدله، وبالتالي هيبقى عندي ده 1 اوفر ام بي جي اللي هو ده، هيبقى كده، يبقى بالتالي ممكن الاقي لاين كويس يمشي، هيبقى بالتأكيد أحسن. اللاين ده هيبقى أحسن من اللاين الأخضر اللي هو على اليمين ده، بس ده محتاج منك إن أنت إيه، تتفرج على الداتا، تعمل داتا فيجواليزيشن الأول. زي ما شلنا الأوتلايرز برضه عايزين نبص على الداتا، هل محتاجين نعمل بري بروسيسنج ولا لأ؟ طب نعمل أناليسيس تاني اللي إحنا عملناها، طلعنا البيتا نوت والبيتا 1 عن طريق الديريفيشن والكلام ده، الكلام ده كله. هنتخيل برضو ان طبعا اللينير ريجريشن احنا بنقول، قلنا ايه؟ قلنا ان الواي اي، بعدين بقى ان الواي اي او الواي يعني عباره عن خلينا نمشي مع الراجل ده كده، دبليو نوت بلس دبليو 1 اكس 1، عندنا فاريبل واحد بس. لو رجعنا تاني الاكزامبل بتاع العربيات ده هنلاقي ان في اتريبيوتس كتير قوي، الديستنس والهورس باور وحاجات كتيره، وعمر العربيه اتعملت امتى، يعني كل دي فاريبلز، يعني هيبقى عندنا فاريبلز من اكس 1 لاكس. هل هناك ما يمنع ان احنا نطلع لاين؟ مش هيبقى اسمه لاين بقى دلوقتي، هيبقى اسمه ايه؟ لو انت عندك الدي دايمنشنال ديتا كده هيبقى اسمه ايه؟ لو كان 2 دايمنشن، لو كانت الايكويشن كده W2 X2 ده هيبقى اسمه ايه؟ يبقى هايبر بلين. اه ده هيبقى اسمه بلين اللي هو في ال 2 دايمنشن. لو في دايمنشنز اعلى هيبقى اسمه ايه؟ هايبر بلين. فهيبقى عندنا هايبر بلين هنا اهو، محتاجين نطلع كل الكوفيشنز اللي هي ده W نوت W1، ال WZ هي اللي زي بيتا 1 وبيتا نوت قلناهم من شويه يعني، بس دي عشان ديفرنت، السلايز دي جايبها من عند حد تاني فهو بيستعمل نوتيشن تاني. ممكن تكتب كده، هنقول ان هي دبليو نوت بلس سيجما من جي واحد لغايه كاب دي دبليو جي اكس جي، والدبليو زي كلها هي اللي احنا عايزين نطلعها. هنعملها ازاي؟ نفس الكلام، هنحاول نعمل كوست فانكشن اللي هي الاي عباره عن نص التارجت بتاعنا اللي هو التي. احنا كان في السلايدز اللي فاتت كان التارجت هو الواي واللي بتحسب هو الواي هات، دلوقتي هيبقى التارجت هو التي واللي بتحسب هو الواي، عشان بس ما تتلخبطش. انا بس بقول كده عشان دي سلايدز مختلفه، فالراجل بيستعمل نوتيشن تاني. فيبقى عندنا نص الايرور لكل سامبل هو الفرق ما بين التارجت
والفانكشن اللي احنا الموديل بتاعنا اللي هو واي الايكويشن اللي في السلايد اللي فاتت. طيب سكوير طبعا هو ليه حاطط نص هنا؟ حد عارف؟ هو الايرور دايما بيفرق بين التارجت وبين الاوت بتاعت الموديل. ليه حاطط نص هنا؟ لسبب بسيط وتريفيال يعني، ان هو عشان لما يعمل ديريفيشن الاثنين دي تروح مع النص بس، ميبقاش عنده بره في اثنين. فده اللي بنسميه الامبيريكال ريسك. ار امبيريكال هي نفس الكلام يعني، بس دي التيرمز اللي بيستعملوها في الماشين ليرنينج. امبيريكال ريسك اللي هي نفس اللوس فانكشن بتاعتنا يعني، واحد على ان الايرور بقى على كل السامبلز اللي عندنا اللي هي من تي اي من اي من واحد لغايه ان، اللي هي واحد على اثنين تي اي ماينس اللي خارج من الموديل اللي هو واي سكويرد. واي دي طبعا فانكشن في الانبوت اللي هو الاكس و دبليو. خد بالك اكس هنا فيكتور اوف كام اوف دي دايمنشن، والدبليو برضو فيكتور اوف دي دايمنشن. فمين ال R to power دي معناه ايه؟ لما بنكتب R to power دي معناه ايه؟ حد عارف؟ حد شافها قبل كده؟ طيب لما بتقول اي بوينت، عندنا بوينت كده دي اكس 1 واكس 2، بنقول ان البوينت دي هنسميها بوينت بي، بي بتبلونج لي ار ان 2. يعني ايه؟ يعني بتاخد تو دايمنشنز، بياخدوا ريل فاليو تو، ياخدوا ريل فاريبلز والدايمنشنز عندنا عددهم اثنين. لما بقول ان بي بتبلونج لار ان دي، ان احنا عندنا الفاليو بتاعت البوينت اي دايمنشن هي ريل فاليو، وعندنا دي دايمنشنز. اوكي هنحلها ازاي؟ هنطلع هنحسب. خد بالك دلوقتي الويت بتاعنا بقى فيكتور. اوكي لان احنا عندنا دبليو من ان دبليو نوت لغايه دبليو دي. هنعمل ايه؟ هنحسب الديريفاتيف بتاعه الار ونسويه بالصفر. فده الشكل بتاع الديريفاتيف بتاعه الار. خد بالك الاول الار هنا سكيلر ولا فيكتور؟ الار دي سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر صح. فانت محتاج ايه دلوقتي؟ انت عايز تحسب، بتحسب الديريفاتيف زي ما عملنا مع بيتا نوت وسويناها بصفر، وبيتا 1 وسويناها بالصفر. هنحسب هنا برضو دلتا ار سوري، بما ان فيكتور بقى هيبقى عندنا بارشال ار بارشال اي دبليو اي، هنسويها بالصفر. الاي دي بتجوز من كام بقى؟ من صفر لغايه دي. لما انت بتحسب ديفرنشيشن ما بين سكيلر وبين فيكتور، بيطلع لك فيكتور هو عباره عن دلتا ار دلتا ار دلتا دبليو نوت دلتا ار دلتا دبليو 1 لغايه دلتا ار او بارشال ار بارشال دبليو دي، وبتساويه كله بالصفر علشان نطلع المينيمم. تعال ناخد اكزامبل بسيط قوي، ان احنا عندنا البيتا نوت والبيتا 1 اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، خلينا نحطها بقى ونحطهم بقى فيكتور نوتيشن، وهيبقى من السهل ان انت تاكسباند الفيكتور ده بعد كده. هيبقى عندنا الفيكتور بتاعنا دبليو نوت ودبليو 1، وما تنساش دايما ان في الفيكتور نوتيشن الفيكتور هو كولوم فيكتور مش رو فيكتور. فلو عايز تكتبه زي ما انا كاتبه كده دبليو نوت ودبليو 1، لازم تحط الايه؟ الترانسبوز. لو تكتبه على انه رو فيكتور لازم تحط ترانسبوز. هتحسب حد عارف السيمبل ده اسمه ايه؟ اللي هو الدلتا المقلوبه ده بتاع الجريدينت دل اسمه ايه؟ دل دل لا مش سامع، معلش عالي صوتك شويه. دل دل لا ما اعرفش، انا اول مره اسمع كل السيمبل ده. احنا عندنا الدلتا اللي هي عامله كده، دي دلتا
الدلتا المقلوبة اسمها ايه؟ اسمها نابلة. مفروض اللي في سنة رابعة يكونوا خدوا حاجات دي في حاجة في الرياضة قبل كده، لازم يعني. ما اعرفش تحطوها ولا لا، لكن اللي هو جريدينت بتاع الفيكتورز. فنابلة نابلة ار بتساوي صفر، يبقى تيجي عند كل بارامتر هنا، يعني عندنا بارشال ار بارشال دبليو نوت بتساوي صفر، بارشال ار بارشال دبليو 1 بتساوي صفر. ادي الار بتاعتنا اهي، هبقى نكمل. يبقى بارشال ادي الار، بارشال ار بارشال دبليو نوت هيبقى عندنا كام؟ 2 مع النص هتروح، يفضل 1 اوفر ان، السيجما تفضل زي ما هي، عندنا الترم اللي جوه ده زي ما هو. في الديريفيتيف بتاع النيجاتيف دبليو نوت يطلع نيجاتيف 1، يبقى الترم ده بتساوي صفر. وزع بقى السيجماز على الحاجات اللي موجوده دي، عملتها انا من شويه، 1 على ان سيجما دبليو نوت، ده اللي هو عباره عن ان دبليو نوت، في مضروبه في 1 على ان يطلع لك دبليو نوت، مظبوط. والترم اللي الناحيه الثانيه بالمنظر ده هيبقى عندك 1 اوفر ان سيجما تي اي ماينس دبليو 1 اللي احنا لسه ما حسبناهاش، 1 على ان سيجما اكس اي. طيب تعالى بقى هنعملها مع W1، نفس الكلام، الترم اللي جوه زي ما هو في تفاضل الجزء ده، باقي كله اصفار، يفضل لك نيجاتيف اكس اي. هيبقى عندك طلع بس النيجاتيف بره، وتضرب الاكس في الكل اللي جوه وتابلاي السيجما، هيطلع لك 1 على ان سيجما W1 x1 سكويرد اللي هي دي، حطها في ناحيه والباقيين في ناحيه ثانيه، 1 على ال n تي اكس اي ماينس 1 على ال n دبليو نوت اكس اي. يبقى عندك دبليو 1 سيجما اكس اي سكوير، دي غالبا هتديك الفارينس، ودي هتديك الكوفارينس، ودي هتديك المين بتاع الاكس اي، صح؟ تعالى بقى عوض بقى في الحاجات دي في بعض كده، ادي الايكويشن بتاع الدبليو نوت، دي الايكويشن بتاع الدبليو 1، عندك two equations في two unknowns، حلهم مع بعض اتحلوا، الباقيين كلهم يعتبروا constants، خد بالك. لما تعمل الحل ده بقى، ما انا مش هعمله يعني، هسيبك انت تعمله كده في وقت فراغك، بيطلع لك ايه؟ يطلع لك ده شكل ال W1 star، الشكل عامل ازاي؟ ده W1 بس، احنا لسه ده كل اللي بنتكلم عليه، بنتكلم على W نوت و W1. نقول بقى نعمل حاجة شبيهة بقى ل W2 و W3 و W4 وهكذا. الحل النهائي ده W نوت و W1، W نوت هو أول صف ده، وده W1. فزي ما الراجل بيقول ايه، كلين اند ايزي، طبعا يعني هو بيتهزر، لان هي لا كلين ولا ايزي. طب هل في طريقه اسهل من كده شويه؟ قال لك اه في، قال لك في طبعا اسهل من كده، قال لك هنعمل ايه؟ قال لك اكتب الواي بالمنظر ده، دبليو نوت بلس دبليو 1 اكس 1 دبليو 2 اكس 2 والكلام ده كله. قال لك بقى عبر عن كل عن الاكس والدبليوز على ان هم فيكتورز، فقال لك خلاص في الحاله دي هنا الدبليو نوت كما لو كانت مضروبه في 1، فيبقى عندك 1 هيتضرب في دبليو نوت، دبليو نوت واكس 1 هيتضرب في دبليو 1 واكس 2 في دبليو 2 واكس ان ماينس 1 هتضرب في دبليو ان ماينس 1، فده بقى فيكتور اوف ان دايمنشنز، وده بقى فيكتور اوف ان دايمنشنز برضه. وبالتالي ممكن اكتب الواي، الواي دي خد بالك الواي دي سكيلر، عبارة عن الدوت برودكت ما بين الاكس ترانسبوز والدبليو، صح؟ ده دوت برودكت زي ما انت شايف كده، دبليو نوت في واحد، دبليو واحد في اكس، دبليو اتنين في اكس اتنين، اند سو اون. عظيم جدا. هيجي بقى يعمل ايه؟ قال لك طب تعالى نرجع نكتب تاني اللوس فانكشن بتاعتنا، اللي هي كانت 1 على 2 ان الفرق ما بين التارجت واللي طالع من اللاين، نرجع تاني للكيس بتاعت الدبليو نوت والدبليو 1. قال لك نكتبها كده بقى دلوقتي، هنكتب تي اي
هنعبر عن الدوت برودكت ده بالفيكتورز البسيطة اللي احنا عملناها دي، هيبقى عندنا W نوت مضروبة في واحد و W 1 مضروبة في XI. قال لك السيجمنت، السيجما دي بقى هنشيلها ونحط هنا كل البوينتس بتاعتنا، يبقى عند هنا نحط تي 0 اللي عندنا اي بي 0 تي 0 لو احنا عندنا، هو بادئ هنا من 0 يعني زي ما البايثون بيبدأ يعني، اول نقطة اللي هي تي 0 هيحط مكانها هنا 1 ناقص اكس 0 ودبليو نوت، ده دايما ثابت، دبليو نوت ده اللي واحد، البارامترز بتاعت الموديل ثابته مالهاش دعوه بالبوينتس، هو بس هيغير فيه هنا وهنا، هيبقى عنده هيعمل فيكتور من التي بدل هو بوينت واحده، هيحط فيكتور تي 0 لغايه تي ان ماينس 1 وال1 ده هيبقى اكسباندد ل1s والاكس هتبقى اكس 0 اكس 1 لغايه اكس ان ماينس 1. ده كله عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف حاجه كده ما بين ده اللي هو السكند نورم، ان انت هتحسب ده كله سكويرد. هرجع لك تاني ليه، لو انت عندك فيكتور مثلا اكس عبارة عن اكس واحد اكس اتنين، النورم بتاع الاكس سكويرد هو ايه؟ هو اكس واحد سكويرد بلس اكس اتنين سكويرد، ده اللي هو عامله هنا. هو بياخد خد هنا تي تي اي ماينس اللي بيطلع من هنا سكويرد، الاول اول بوينت بيجمعه على تاني بوينت بيجمعه على تاني على ثالث بوينت اند سو اون. بص انت على الكلام ده هنا هيطلع لك هنا البوينت دي ماينس حاصل ضرب الرو ده في الكولوم ده، فدي هيطلع لك هيديك كما لو كانت حاجه زي اكس 1 سكويرد بلس البوينت الثانيه تي 1 ماينس ده مضروب في ده، ده الاليمنت الثاني في الفيكتور اند سو اون. فهيسمي التي ده تي فيكتور، اول كولوم ده تي فيكتور، وهيسمي دي بقت ماتريكس دلوقتي اوف تو كولومز وان روز، عندنا الدبليو بقت بص على الدايمنشنز كده، الدبليو في كام؟ 2 اند 1 الدايمنشن بتاعتنا 2 1، الاكس عباره عن كام؟ ان اند 2، التي عباره عن كام؟ ان اند 1. اضرب كده ان ان في 2 2 في 2 في 1 يديك ان ان تايمز 1، وهنا ان تايمز 1 يبقى صح. ممكن اطرح الاثنين دول مع بعض هيدوني في الاخر فيكتور عباره عن اليمنتس كده، هتجيب السكوير بتاعها وتقسم على 1 2 1 اوفر 2 ان هيديك الامبيريكال ريسك بتاعك. A very nice representation للبروبلم بتاعتك. الميزه ايه بقى؟ ان انت سهل قوي كمان ان انت تكسباند دي لاي عدد من الدايمنشنز. خلاص انت عندك تي ده التارجت بتاعك هيبقى 1 كولوم، الاكس عباره عن 1 ناقص اكس 1 مش كده، لكن لو عندك دايمنشنز ثانيه هتقدر تحطها على ان هي كولومز ثانيه، والدبليو لو انت عندك اب تو دي هيبقى عندك دبليو نوت دبليو 1 لغايه دبليو دي، نفس الريبريزنتيشن ده، وبالتالي ما بقتش فارقه بقت اسهل. يعني هنحلها ازاي؟ ده الار بتاعتنا، هنحسب الجريدينت ونسويه بالصفر، فمحسبين محتاجين نحسب الجريدينت ده واحد على اتنين ان في الكلام ده كله. تعال نشوف هيتعمل ازاي. اوكي وقفت هنا، طيب خلينا نقف هنا. طيب والاسبوع الجاي نبدا من المالتي لينير ريجريشن ونشوف هو بقى هيحل ده، بنسميه مالتي لينير ريجريشن على فكره، مالتي لينير لان احنا عندنا اكتر من دايمنشن، ده السبب هو اسمه مالتي لينير ريجريشن. فالاسبوع الجاي ان شاء الله نتكلم على، انا اوريدي حطيت لكم المحاضره دي فيا ريت تقروها برضو قبل ما تيجوا، علشان هحاول دايما احط لكم المحاضره قبل ما اعدي المحاضره، بحيث ان انت لما تقراها الاول ممكن تقدر تسال يعني وتستفيد اكتر يعني من وقت المحاضره. اوكي يا شباب في اي سؤال؟ طيب هنحاول ننزل لكم زي assignments كده ان شاء الله الاسبوع ده، بحيث ان انتوا تقدروا تمشوا ايديكم في الكونسبتس اللي بنتكلم عليها دي. اوكي يا شباب يبقى نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله وربنا احيانا يعني.